دابا يعني التواجد ديالنا حوالي 13 سنه كنشتغلوا مع السجناء داخل المؤسسات المغلقه داخل السجون الاصلاحيات مراكز الاصلاح والتاديب وكنشتغلوا كذلك مع السجناء السابقين يعني خارج المجتمع من اجل الادماج ديالهم ومن اجل المصالحه ديالهم مع المجتمع يعني باش ما تبقاش هذيك النظره الدنيا اللي هم من طرف المجتمع باعتبار انهم تيشوفوا واحد تشوف انهم مجرمين وكذا وهذا الى اخره. حنا كنحاولوا يعني ما امكن يعني باش هاد النظره ديال المجتمع نحيدوها. زائد ان الاشتغال اللي كنشتغلوا مع السجناء داخل المؤسسات المغلقه داخل السجون كيتركز بالدرجه الاولى على القراءه. يعني تنديروا معهم برامج في القراءة، برامج في المسرح، برامج في السينما، برامج في الموسيقى، برامج في الرياضة. وكنشتغلوا كذلك على الاهتمام بالجانب الفني باعتبار أن الجانب الفني هو واحد الجانب تيهذب النفوس شوية يعني ما تيخليهمش بهذاك الشكل ديال. زائد أننا يعني نشتغل على الحد من حالة العوت يعني اللي خرجوا تنديروا معهم المواكبة باش ما يرجعوش عاود ثاني. المقر ديال الجمعية كاين في الحي المحمدي عندنا فريق عمل اللي كيشتغل بشكل منتظم السجناء السابقين كيجيو كيزورونا يوميا تقريبا من 9 حتى ل 12 كنديروا الاستقبال في الصباح وكنقوموا بالتوجيه ديالهم بالمساعدة ديالهم. كاين اللي كيحتاج وثيقه ديال رد الاعتبار، كاين اللي كيحتاج يعني واحد مجموعه الوثائق، حنا كنساعدهم ما امكن في هذا الاطار. مشروع دعم المجتمع المدني في المغرب كيدعم هذه المبادره لانها مبادره ترافعيه واللي غادي تتوج بواحد المذكره غترفع الحكومه في هذا الباب ديال الاحداث، وبالتالي يعني الهدف ديالنا هو اننا نخرجوا بواحد المذكره اللي فيها مقترحات فعاله كتساهم بواحد الشكل قوي انه هذا الموضوع يتم التجاوز ديالو، توجد فيه واحد الحلول اللي هي فعاله واللي هي قوية. طبعا المقاربة اللي كندعموها هي المقاربة التشاركية، وهذه المقاربة التشاركية تنبني أولا على مشاركة فعالة ديال المجتمع المدني، مشاركة فعالة أيضا للحكومة وأيضا ديال المؤسسات ذات الصلة وخصوصا المؤسسة التشريعية باعتبارها مؤسسة أساسية في حلقة صناعة القرار في المغرب. في الختام ديال هذه المبادرة غادي نكونوا أمام طبعا آراء واقتراحات وأفكار، ولكن أيضا غنكونوا أمام نتائج، والهدفنا هو الهدف الاساسي ديالنا هو اننا نزيدوا القدام بواحد القوه وبواحد الفعاليه. شكرا لك. نلتقي في هذا اللقاء العلمي المنظم بشراكه متميزه مع جمعيه حلقه وصل لمواصله النقاش حول احد المواضيع الراهنيه وهو الموضوع ديال عداله الاحداث بالمغرب. من طبيعه الحال هذا الموضوع اللي تيشكل احد الاهتمامات الاساسيه ديال السياسه الجنائيه، وللمغرب قطع في أشواط مهمة على مستوى الملائمة ديال النص التشريعي وأيضا المصادقة على المواثيق الدولية، وأيضا يعني تكريس واحد العديد من ممارسات فضلة على مستوى التطبيق من طرف المحاكم ومن طرف كافة المتدخلين في هذه المنظومة. ولكن هناك بعض المؤشرات التي ما زالت يعني تطرح بعض الأسئلة، اللي من هذه المؤشرات هو كما قلت ارتفاع ديال نسبة حالة العود، أيضا عدد الأشخاص المدعين لدى مراكز ديال حماية الطفولة ومراكز الإصلاح والتهذيب. إذا أسئلة ما زالت تطرح نفسها وتحتاج إلى تعميق النقاش وإيجاد حلول لتطوير المجال ديال عدالة الأحداث. بالنسبة لوزارة العدل وفي إطار الاختصاصات الموكولة لها قانونا خاصة على مستوى التشريع، بادرت إلى يعني وضع واحد تصور المراجعة التشريعية من خلال تعديل القانون المسطرة الجنائية وأيضا القانون الجنائي وإدخال مجموعة من المستجدات اللي عندها أهمية في مجال عدالة الأحداث، وأيضا من خلال يعني وضع مشروع قانون متعلق بالنظام العام مطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج اللي فيه واحد تصور جديد لكيفية تدبير وضعية الحدث بعد صدور الحكم من خلال يعني واحد البرامج تكوينية أيضا تمدرسية، وأيضا وضع واحد المشروع للحدث يمكن أن يشتغل فيه
تقليل من حالات العود وايضا ارتكاب جرائم اخرى. ايضا هناك يعني التصور على مستوى تفعيل دور الخدمه الاجتماعيه، الاهميه ديالها في مجال ديال انحراف الاحداث من خلال تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات، وايضا من خلال توسيع الصلاحيات ديالهم داخل القانون المسطره الجنائيه من بمنحهم الصلاحيه ديال زياره المراكز، وايضا اعداد تقارير على غير التقارير التي يعدها مندوب الحريه المحروسه، وايضا حضور جلسات ديال الاحداث وانجاز الابحاث الاجتماعيه التي تطلبها السلطات القضائيه لهذا الغرض. Bien, bah écoutez, aujourd'hui, il y a un enjeu majeur pour voir comment la justice des mineurs peut évoluer. Au Maroc, mais pas seulement, dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on se pose la question comment mettre en œuvre une justice plus spécifique pour les mineurs, de façon à la fois à les sanctionner quand il faut les sanctionner, mais surtout à essayer de voir comment on fait évoluer le système éducatif et le soin, parce que certains nécessitent du soin. Et ce matin, j'ai essayé de montrer que dans la plupart des pays, il y a quatre facteurs qui sont déterminants dans la façon de faire évoluer les systèmes judiciaires et notamment la justice des mineurs dans le monde, que ce soit en Europe ou ailleurs. Le premier facteur, c'est une administration très spécialisée, avec des professionnels, des magistrats, des travailleurs sociaux, des agents de l'administration, qui ont vraiment le souci de faire évoluer les pratiques, de penser la formation professionnelle et de garantir la mise en œuvre du droit. Thank you very much for this opportunity. I just wanted to say that, yeah, I think it's a great opportunity here that we are sharing best practices, good practices from Europe, from all over the world. I mean, I represent kind of a global perspective, so I'm really honored to be here, to have been invited, and I think it's really a great opportunity, a great day for the Moroccan civil society and the government to share and collaborate to improve the juvenile justice system, which I think it's a great mission, it's a great objective. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.